Assalamu alaikum. Concernant l'intégration, exercice 2, calculer les intégrales suivantes. Première question, l'intégrale a allant de 3 jusqu'à 4, 1 moins x sur x au carré moins 2x dx. Et dans l'intégrale, on a u prime de x sur u de x. Qui est dans la parcelle, c'est la dernière qu'on fait la fonction primitive. La fonction primitive de la vie. Ok? Parce que la fonction primitive, ça fait qu'on va faire l'intégrale. Et dans la u prime de x, on va faire u de x. C'est un machin. Il va faire l'intégrale de l'intégrale ou le focale. L'intégrale de l'intégrale. هو الفوقاني. إذا شنو هي الدالة الأصلية ديالته؟ هي الآن ديال القيمة المطلقة، ما نساوش القيمة المطلقة ديال التيتان. إذا هذه قاعدة. هذه هي لا فونكسيون بريميتيف. إذا سي لا فونكسيون بريميتيف. إذا كانت عندي واحد لا فونكسيون كتكتب بهذه الطريقة هذه، أو بريم دي إكس مقسوم على أو دي إكس. La fonction primitive de la ln de la prime de la de x plus constante. Je vais mettre la de la constante. Ok? Puisque quand je vais l'intégrale. Ok? Et donc, on dit y a ln de x. Maintenant, on dit x au cyclin, n'a pas ce juge. Je vais chercher à dire x au cyclin, n'a pas ce juge. Là, je vais chercher x au cyclin, il y a 2x. Je vais chercher à dire 2, il y a 0. Et donc, il y a 2x. Et là, je vais chercher à dire là. Et donc, je vais donner la solidité de la dernière. Y a ln. ديال القيمة المطلقة ديال التحتان. اوكي إذا هذه القاعدة تريز امبورتون هذه القاعدة، إذا كان عندك كسر ديما فكر في الطريقة دي واش الاشتقاق ديال التحتاني هو الفوقاني. إذا هنا شنو هو الاشتقاق ديال التحتاني؟ شنو هو الاشتقاق ديال التحتاني؟ إكس أوسي 2 ناقص 2X. إلا شتقيتي شحال غادي يعطيك؟ الاشتقاق ديال إكس أوسي 2 هو 2X موان الاشتقاق ديال 2X سي 2. إذا الاشتقاق ديال التحتاني هو 2x موان 2، واش هو الفوقاني؟ إذا اشتقيتي التحتاني واش هو الفوقاني؟ يقد يكون ماشي هو، ولكن خاصك تموديفي شي حاجة. فاش نضرب هنا وفاش نضرب هنا؟ فاش نضرب الفوقاني؟ إذا كان ممكن نموديفي بشي عدد، أنا نضرب في شي عدد ونحصل على هذا. فاش نضرب هنا؟ إذا ضربت هنا في 2، شحال تولي؟ ضرب البسط كله في 2، تولي 2 ناقص 2x، فهي 2 ناقص 2x، هي مقلوبة، نضرب في ناقص 2. نضرب في ناقص 2، إذا ضربت في ناقص 2 غتعطيني 1 في ناقص 2 هي ناقص 2، ناقص x في ناقص 2 هي زائد 2x. إذا إلا ضربت هذا البسط إلا ضربته غير في ناقص 2 غادي نطيح فاش غنطيح في هذه اللي هي الاشتقاق ديال التحتاني. إذا شنو غادي تولي؟ إذا شنو غادي تولي أ؟ الانتيغرال من 3 حتى 4 فاش بغينا نضربو هذا؟ نضربو في ناقص 2، إذا هي 1 ناقص x نضربها في ناقص 2. نقسم على x أوسي 2 ناقص 2x dx. ولكن إلا ضربت البسط ضربته في ناقص 2، إلا ضربت واحد العدد باش تبقى ليغاليتي باش تبقى التساوي المتساوية، إلا ضربت واحد العدد نقسم عليه بحال ما درت والو. إذا ضربت في ناقص 2 غندير هنا مضروبة في ناقص 2 في 1 على ناقص 2. أنت ناقص 2 مع ناقص 2 شيطرالهم اختزلهم هما مشاو، شنو تبقى لينا؟ تبقى لنا 1 ناقص x نقسم على x أوسي 2 ناقص 2x. إذا كاينة ليغاليتي، هذاك العدد اللي ضربت فيه نقسم عليه، هذاك العدد احتاجيت نضرب فيه. اذا شنو تولي عندنا؟ اذا الانتيغرال ديال 3 4 وي ناقص 2 في 1 ديال بعد 1 على ناقص 2، اذا 1 على ناقص 2 مضروبه ناقص 2 في 1 هي ناقص 2، ناقص 2 في ناقص اكس هي زائد 2 اكس مقسوم على اكس اوسي 2 ناقص 2 اكس دي اكس. دابا واش حصلنا على x أوسي 2 ناقص 2 x الاشتقاق ديالها اللي هو 2 x ناقص 2؟ واش كاين الفوق؟ واش كاين في البسط؟ وي كاينه، هو 2 x ناقص 2. اذا عندي الاشتقاق ديال التحتاني هو الفوقاني، صحيح. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ هي الالان القيمه المطلقه ديال التحتاني. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال هادشي كامل؟ ناقص واحد، هاد واحد على ناقص 2 خلوها، اذا هي ناقص واحد على 2. هادي عدد ممكن نخليه، عدد ممكن يخرج كاع على برا ديال الانتيغرال، ماشي مشكل، المهم هذاك العدد نخليه مضروب. هذه الداله الاصليه ديالتها هي ln القيمه المطلقه ديال x أوسي 2 ناقص 2x. فوالا سي لا فونكسيون بريميتيف من 3 حتى 4. دابا كيسوفي دو رومبلاسي، دابا اون رومبلاس، اذا ناقص 1 على 2 اون رومبلاس باغ 4. ناقص 1 على 2 ln
ديال 4 أس 2 ناقص 2 في 4 ناقص دابا نعوض بثلاثة. شوف كي كندير لي بارونتيز لي بارونتيز هذاك الشيء نعوض بربعة وندير كلشي اونت بارونتيز ناقص ونعوض بثلاثة وندير كلشي اونت بارونتيز إذا ناقص واحد على جوج الآن قيمة مطلقة قيمة مطلقة الآن ديال ثلاثة أس 2 ناقص جوج ثلاثة إذا إيكال إذا هي ناقص واحد على جوج الآن هنا 4 أس 2 هي 16 جوج في 4 هي 8 16 ناقص 8 هي 8 إذا الآن ديال 8 القيمة المطلقة ديال 8 هي 8 إذا الآن ديال 8 ناقص هنا الناقص مع الناقص هي زائد زائد واحد على جوج الآن هنا 3 أس 2 هي 9 جوج في 3 هي 6 9 ناقص 6 هي 3 القيمة المطلقة ديال 3 هي 3 إذا الآن ديال 3 خبيا نقدر نعمل بواحد على جوج الجمع تبادلي ندير واحد على جوج الآن 3 هي الأولى ناقص واحد على جوج الآن ديال 8 نقدر نعمل بواحد على جوج إذا تبقى الآن ديال 3 ناقص الآن ديال 8 والآن ديال 3 ناقص الآن ديال 8 هي الآن ديال 3 على 8 يعني كتساوي واحد على جوج الآن ديال 3 على 8 حتى هذيك واحد على جوج راه ممكن نردها نطبق على ديك الآن ديال راسين دو أ كتساوي واحد على جوج الآن ديال أ راسين دو أ واحد على جوج الآن دو أ راه هي الآن ديال راسين دو أ واحد على جوج الآن ديال 3 على 8 هي الآن غاسين 3 على 8 ممكن نكتبها كوم ريزولتا اوكي اذا فوالا اذا طبقنا اين قاعده طبقنا عليها القاعده ديال او بريم دو اكس مقسم على اكس شنو هي الداله الاصليه ديالتها هي الان القيمه المطلقه ديال او اكس اوكي اذا نتمنى تكون كل الامور مفهومه بالنسبه لهذا الاكزومبل إذا الإكزومبل 2 ب إيكال لانتيغرال من 0 تل تي على جوج كوسينوس دو إكس سور 1 بلوس 2 سينوس دو إكس دي إكس كذلك نشوف واش الشقاق ديال التحتاني هو الفوقاني كنشقو التحتاني 1 زائد 1 زائد جوج سينوس دو إكس الشقاق ديال 1 هو 0 زائد جوج زائد جوج الشقاق ديال سينوس دو اكس هو كوسينوس دو اكس دابا فوالا هو كوسينوس دو اكس دابا فوا كوسينوس دو اكس دابا كي تيغال جوج كوسينوس دو اكس اذا جوج كوسينوس دو اكس اذا الشقاق ديال التحتاني هاد التحتاني هاد الديمينيناتور الشقاق ديالو هو جوج كوسينوس اكس واش هو البسط شنو اللي ناقصني خاصني غير جوج اذا نضرب في جوج ونقسم على جوج اذا شنو تولي بي ديال انتيغرال من زيرو حتى بي على جوج نضرب هنا بجوج ونقسم على جوج إذا واحد على جوج مضربة بجوج كوسينوس دو إكس مقسم على واحد زائد جوج سينوس دو إكس شي قسمت على جوج وضربت بجوج إذا جوج بجوج راه تقدر ممكن تحتاز بها تبقى لنا كوسينوس إكس مقسم على واحد زائد جوج سينوس إكس ديالكم إذا كاينة ليكاليتي إذا شنو كتساوي هادي إذا هادي شنو هي الدالة الأصلية عندي الشقاق ديال التحتاني هو الفوقاني فغيمون الشقاق ديال التحتاني هو الفوقاني إذا هي الآلان، الآلان ديال القيمة المطلقة ديال التحتاني، إذا كتساوي كوم بريميتيف واحد على جوج مضروب، هذه بريميتيف ديالها هي آلان القيمة المطلقة واحد زائد جوج سينوس دو إكس من زيرو تبقى على جوج، إذا نغومبلاسي تبقى على جوج، إذا هي واحد على جوج آلان القيمة المطلقة واحد زائد جوج سينوس ديال تبقى على جوج ناقص دابا نعوض بزيرو واحد على جوج الآن القيمة المطلقة واحد زائد جوج سينوس ديال زيرو إذا السينوس ديال بي على جوج شحال هي السينوس بي على جوج السينوس ديال بي على جوج هي واحد واحد مضروبة بجوج هي جوج جوج زائد واحد هي ثلاثة القيمة المطلقة ديال ثلاثة هي ثلاثة إذا تعطينا واحد على جوج
ln ديال 3 ناقص سينوس ديال 0 هي 0 0 مضروبه في 2 هي 0 0 زائد 1 هي 1 اذا غتبقى لنا ln ديال 1 اذا ناقص 1 على 2 ln ديال 1 اذا غتبقى لنا ln ديال 1 هي شحال هي 0 اذا 0 مضروبه في 1 على 2 هي 0 اذا غتبقى لنا 1 على 2 ln ديال 3 ناقص 1 على 2 0 ln ديال 1 هي 0 اذا غتبقى لنا فينالمون 1 على 2 ln ديال 3 بحال قبيله نطلعو هاد 1 على 2 الفوق تولي عندي ln ديال راسين 3 فوالا كذلك طبقنا على القاعده ديال اي بريم اكس نقسم على اي اكس الدالة البريميتيف ديالها هي ln القيمة المطلقة دو اي دي اكس انتغرال 3 سي ايغال لانتغرال من 0 حتى 1 واحد ناقص اكسبونسيال 2 اكس سور اكسبونسيال 2 اكس موان 2 اكس دي اكس كاين دوطخ ميثود ماشي كاين دوطخ ميثود افير ممكن ندير شونجمون دو فاريابل شونجمون دو فاريابل كيساعدنا بزاف اذا هنا شنو نقدروا نديروا كذلك نشوفوا واش التحتاني الشقاق ديالو هو الفوقاني نشقوا التحتاني اذا اكسبونسيال 2 اكس ناقص 2 اكس خيل الشقاق ديال اكسبونسيال 2 اكس كي كنديروا الشقاق ديال اكسبونسيال اف 2 اكس اكسبونسيال ديال شحال ديال دلاله اكس كناخذوا هذه الحاجه ونشقوها كنضربوها في هي نيت اكسبونونسيال ديال اف دو اكس هادي القاعده تبقوا هنا اكسبونونسيال 2 اكس نشتق 2 اكس 2 اكس نشتقها مضروب في هي نيت اكسبونونسيال 2 اكس موان موان الشقاق ديال 2 اكس الشقاق ديال 2 اكس هو 2 الشقاق ديال 2 اكس هو 2 فوا اكسبونونسيال 2 اكس موان إذا الشقاق ديال المقال هو هذا واش هو هذا اللي عندنا هنا تقريبا هو خاصني غنضرب فاش إذا كان نوصل ليه غير بالضرب في شي عدد نديرها فاش نضرب الفوق نضرب في جوج شوف إذا ضربت في جوج جوج في واحد هي جوج ناقص تالي نضربها في جوج إذا هي جوج اكسبونونسيال 2 اكس جوج اكسبونونسيال 2 اكس ولكن العكس ما نضربش في جوج نضرب في ناقص جوج نضرب في ناقص جوج إذا نشوفوا هنا شنو تولي عندي السي كتساوي لانتيغرال من 0 حتى لواحد واحد مقسوم على ناقص جوج مضروبه في ناقص جوج عامل لواحد ناقص اكسبونسيال 2 اكس مقسوم على اكسبونسيال 2 اكس موان 2 اكس ضربت في ناقص جوج فوق وقسمت على ناقص جوج خاصني نعرف نختار العدد اللي نضرب فيه باش نطيح في الاشتقاق ديالها ديما خدم الاشتقاق باش تشوف فيه وتعرف فاش العدد اللي غادي تضرب اوكي اذا ناقص جوج في واحد هي شحال اذا احنا نشروها اذا تولي هذه راه هي هذه راه هي ناقص جوج مع ناقص جوج هي مشات تبقى لنا هذه مقسوم على هذه اذا شنو تولي عندي لانتيغرال من 0 حتى لواحد واحد على ناقص جوج مضروب ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج ناقص جوج في ناقص هي زائد جوج اكسبونسيال 2 اكس مقسوم على اكسبونسيال 2 اكس موان 2 اكس دابا واش الشقاق ديال التحتاني هو 2 اكسبونسيال 2 اكس موان 2 ها هي 2 اكسبونسيال 2 اكس موان 2 الجمع التبادلي اذا واش الشقاق ديال التحتاني هو الفوقاني وي اذا شنو هي الداله التصليه اذا هي 1 على ناقص 2 مضروبه في الان ديال القيمه المطلقه ديال التحتاني فوالا اذا نديرو التعويض اذا هي 1 على ناقص 2 ألان القيمة المطلقة كنعوض بواحد إكسبونونسيال جوج في واحد هي جوج ناقص جوج في واحد هي جوج ناقص نحل القوس واحد على ناقص جوج ألان القيمة المطلقة إكسبونونسيال دو دو في زيرو نعوض دابا بزيرو دو فوا زيرو سي زيرو إذا إكسبونونسيال دو زيرو ناقص جوج في زيرو هي زيرو إذا هنا إكسبونونسيال هذه ما عندي ما نحس فيها غادي تبقى عندي ناقص واحد على جوج ألان
E أس جوج ناقص جوج كيفاش داير هاد الحاجة؟ واش بوزيتيف؟ إذا كانت بوزيتيف ممكن نحيد القيمة المطلقة ندير هي الأقواس. E أس جوج ديرها هي الكالكولاتريس غتلقى. E أس جوج غتعطيك شي حاجة اللي هي كبيرة 2.7 E هي 2.7 2.7 أس جوج غتعطيك شي 5 فاصلة ناقص جوج إذا كي غادي تكون بوزيتيف إذا ممكن نحيد القيمة المطلقة غتولي عندي غير قوس E أس جوج ناقص جوج ناقص مع الناقص غادي زائد 1 على جوج الآن هنا E أس زيرو هي 1 1 ناقص 0 هي 1 إذا تبقى أنه القيمة المطلقة ديال 1 هي 1 إذا تبقى ديريك حالا أنا ديال 1 هي 0 0 مضروبة في 1 على 2 هي 0 إذا يبقى لنا غير هذا الترم إذا هي ناقص 1 على 2 أنا E أس 2 ناقص 2 إذا فوالا إذا ريزولتا فينال فوالا 3 انتغرا أغفير يعني حاول معاه بوحدك وعاودو باش هذاك الشيء كتولف لا ميثود اوكي يلا بون شانس